بتهيألي كمان المسيح يعني إذا صح التعبير إنه يعني بجدارة، يعني أثبت بجدارة الكفاءة اللي عنده. فمثلا لما دلوا أو جابوا المفلوج اللي دلوه من السقف أمام يسوع المسيح، فهو أثبت إنه العالم بكل شيء، عرف أفكار القلوب والقادر على كل شيء. وكمان قالهن أيما أيسر، أن يقال لهذا المفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي؟ فلكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض، لك أقول قم احمل سريرك وامشي. لو قال أنه بيغفر الخطايا بدون شفاء هذا المريض، فإذا قوله ما فيش أي مصداقية. يعني في كل شيء المسيح تكلم فيه، أنا هو خبز الحياة أشبع الألف، أنا هو القيامة أقام الموتى، أنا هو نور العالم فتح العيون. يعني في جدارة، في كفاءة، في إثبات في شخصية المسيح. عشان هيك التلاميذ ما قدروا غير يشهدوا له.